بزاف ديال التعليقات اللي صراحة كيوصلوني على شي وصفة اللي تضعف، يعني شي وصفة اللي تنقص الوزن وتحيد الكرش تحيد الجناب. وانا فعلا عندي واحد الوصفة رهيبة واللي ما يمكنش لكم تخيلوا النتائج ديالها. وصفة كتقضي على الكرش، كتقضي على الجناب، كتقضي على الوزن الزائد، كتنحت لك لاطاي ديالك وكتقاد لك الفورمة ديالك. يعني غتخلصي من داك الوزن الزائد وفي نفس الوقت تخلصي حتى من دوك الدهون اللي كتكون متراكمة يعني في الجسم، خصوصا المنطقة ديال البطن كيف ما كتعرفوا والجوانب. هاد الوصفة هذه سهلة، ولا عييتوا تدوروا على الوصفات اللي تضعفكم وفي نفس الوقت يعني تحيد لكم الكرش والو، حتى شي وصفة ما فادتكم. اليوم جبت لكم المشروب السحري اللي كيقضي على الدهون اللي كتكون في البطن، تيقضي على داك الوزن الزائد. الفورمة اللي انت كتحلمي بها الا تبعتي معايا الطريقة بهذا المشروب هذا، ففي مدة يعني قليلة بزاف غادي تبان لك واحد النتيجة اللي زوينة بزاف. يعني تنامي من الكرش، ما تبقاش عندك ديك الكرش خارجة، ما تبقاش عندك داك المشكل ديال الجناب اللي كيخسروا يعني لا طاي كيف ما كتعرفوا. وهاد الوصفه هذه سهله وغير مكلفه، حتى شي مكون ما غادي تحتاجوا تشريو، يعني كل شيء غير من الدار غير من المطبخ ديالك. غادي ندوزو على بركه الله تشوفوا معايا الوصفه، واللي بغات تضعف اللي بغات تقاد لا طاي تبع معايا حتى الاخر الفيديو الطريقه والمكونات. وغندو على بركه الله، لكن قبل ما تنسونيش حابين واحد لايك للفيديو هكا باش تشجعوني باش دائما نجيب لكم وصفات الحصريه. وكذلك ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في الكومونتير يعني في اسفل الفيديو. وغندو على بركه الله. اول مكون كما كتشوفوا معايا اللي هو القرفه، القرفه مطحونه. القرفه مفيده بزاف للناس اللي باغيين يضعفوا. القرفه راه زوينه بزاف، كناخذوا منها جوج معالق صغار قرفه. القرفه راه كتحيد دوك الدهون اللي كتكون في البطن، كتنقص يعني الوزن الزائد. مفيده بزاف للناس اللي عندهم هاد المشاكل ديال الوزن الزائد. عندي هنا ثاني مكون كما كتشوفوا معايا هو سكنجبير او الزنجبير مطحون كما كتشوفوا معايا في الفيديو. هنا بالنسبه للزنجبير تنديروا معلقه صغيره كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للقرفه كنديروا جوج معالق صغار. بالنسبه للسكنجبير او للزنجبير كنديروا ملعقه صغيره، يعني نص الكميه ديال القرفه كما كتشوفوا معايا. الزنجبير مفيد بزاف، وغديروه هنا في هذه الوصفه غديروه مطحون كما كتشوفوا معايا. هو عنده بزاف ديال الفوائد، فهو يعني كيقضي لنا على دوك الدهون، كذلك تيقضي على ديك السمنه اللي كتكون مفرطه، تنقص لنا من الدهون اللي كتكون متراكمه عندنا في البطن وخصوصا في الجسم كامل وخصوصا يعني في البطن. مهم هذا الزنجبير مفيد بزاف يعني في انقاص الوزن. من بعد تناخذوا كاس كبير ديال الماء، كاس كبير ماشي صغير، كاس كبير ديال الماء كنضيفوه على هاد المكونات كما كتشوفوا معايا. وسمحوا لي هنا الاضاءه قليله بزاف لان كطيح الشتا ولا بحال ولا الجو بحال مظلم، واخا مشى على الاضاءه وداكشي، ولكن كاين واحد شويه ديال الصوره ما واضحاش فسمحوا لي. هنا كما كتشوفوا معايا ضفت الماء، وبالنسبه للكميه راه كما شفتوا معايا جوج معالق صغار ديال القرفه، ملعقه صغيره ديال الزنجبير مطحون. كنديروا هذيك المكونات مع الماء كيغلاو واحد المده ديال 15 دقيقه، 15 دقيقه فقط، يعني ماشي مده طويله يعني تخليو نص ساعه او اكثر، 15 دقيقه فقط. من بعد ما كطفيو على داك هذاك المكونات كتصفيوهم هنا مباشره كما كتشوفوا معايا، كناخذوهم وكنصفيوهم بهذا الشكل هذا. هاد المشروب ما كاينش ما اسهل منه، وهاد المشروب صراحه بزاف اللي جربوا هاد المشروب هذا ويعني نقصوا داك الوزن اللي كان زائد بزاف. كذلك خصوصا المشكل ديال الكرش، هي اللي مشكل كبير هو الكرش، فبزاف اللي عطيتهم هاد الوصفه هذه وحيدت ليهم الكرش. صراحه وصفه زوينه بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها، وخصوصا وانها سهله والطريقه ديال التحضير ديالها سهله حتى هي. من بعد ما صفينا هذاك الماء وهو يعني سخون كنصفيوه، كناخذوا واحد الحامضه اولا ليمونه كنغسلوها مزيان مزيان، لان هنا غادي نقطعها شرائح اولا دواور خاصها تكون مغسوله مزيان. من بعد تنقطعوها هكا دوائر كما كتشوفوا معايا، كناخذوا ثلاث دوائر اولا ثلاث قطع بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا.
وكنضيفوهم على هذا المشروب هذا. كما كتعرفوا ان الليمون او الحامض معروف في انقاص الوزن، حتى هو مفيد بزاف لهذه العملية هذه ديال إذابة الدهون إذابة الدهون وكذلك الشحوم اللي كتكون متراكمة يعني في الجسم. الليمون يعني مزيان بزاف و تيعطينا بزاف يعني ديال الفوائد يعني للجسم. كما كتعرفوا غني بلا فيتامين سي. حتى انه يعني كيطرد داك السموم من الجسم، فالليمون راه مزيان بزاف يعني بحال ديتوكس للجسم، فهو مفيد بزاف يعني كيطرد لينا دوك السموم ودوك يعني كيطرد لينا كل شيء يعني من الجسم ديالنا، خصوصا ديك السموم يعني اللي كتكون عندنا في الجسم ديالنا. مزيان يعني بزاف هاد الوصفة هذه. من بعد ما درت دوك الشرائح هذوك ديال الليمون او دوك الدوائر ديال الليمون، كنغطيو على داك هذا المشروب وكنخليه واحد المدة ديال هكا 15 دقيقة. المهم كتخليه يعني اكثر من 10 دقائق حتى يدير يطلق مزيان هذاك الليمون. ومن بعد كيولي دافي يعني كيبرد، كنضيفوا ليه واحد المعلقة ديال عسل طبيعي، يستحسن يكون عسل طبيعي باش كتحليو به هذا المشروب، وكتخلطوا هكا العسل مزيان مع داك المشروب. وبالنسبه للعسل حتى هو عنده بزاف ديال الفوائد يعني بالنسبه للجسم ديالنا، كتخلطوا مزيان كما كتشوفوا معايا. واللي ما متوفرش ليها العسل او اللي ما متوفرش ليه العسل يعني ما عندوش في الدار، ممكن تستغناو عليه، غير هو زوين يعني في هذه الوصفه هذه. من بعد ما كتضيفوا العسل كتخلطوه مزيان وكتناولوا هذا المشروب هذا، يعني كتناولوه. هو بحال ديتوكس يعني الجسم، تيقضي على الدهون، تيقضي على دوك المشكل ديال الجناب اللي تيكون واحد الكتل ديال الدهون مخزنة يعني في جوانب ديال البطن. صراحة تيخسروا يعني داك المنظر ديال الفورمه او الشكل ديال الجسم. كذلك الدهون اللي كتكون في البطن بزاف يعني كتبقى تراكم تراكم حتى البطن كتولي بطن كبيره وبارزه، حتى هي اللي كيعانيو منها بزاف ديال الرجال وبزاف ديال السيدات. وهاد الوصفه يديرها اي واحد يعني يديروها النساء ويديروها حتى الرجال. هذه هي الوصفه كما كتشوفوا معايا. هاد المشروب كتبقاو كتشربوه كاس قبل الفطور ضروري، وكاس قبل الغداء، وكاس قبل العشاء، يعني 3 الكيسان في النهار قبل كل وجبة كتشربوا كاس. راه مفيد بزاف هذا المشروب هذا وزوين بزاف، ونتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات. راه النتيجة كتبان لك من اسبوع اسبوعين، كتبان لك النتيجة اللي زوينة بزاف، يعني غتلاحظوا واحد الفرق اللي كبير. وغير جربوه وديروا النية، راه زوين هذا المشروب وفي امان الله.